السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا. إذا نحن الآن بقرب بالزاك، سنقوم بجولة في شارع يوسف بن تشافين. أتمنى أن تعجبكم هذه الجولة، ولا تنسوا دائما دعمنا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله. إذا نستمر في جولتنا. Thank you.
هذيك الزليقه بس كتبان. إذن وصلنا إلى نهاية جولتنا، نتمنى تكون عجبتكم هذه الجولة، وإلى اللقاء في جولة قادمة إن شاء الله.